السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف البايب سبورت، أول حاجة أعملها إن أنا أعمل كرييت للبامب. تقدر تختار البامب اللي أنت عايزها من القائمة ديت، تمام، أو تقول له عايز واحدة جديدة وتبدأ تعملها أنت. أقول له كرييت وأبدأ أحط البامب بالشكل دوت. ممكن أعمل سيلكت عليها وأقول له كوبي وأبدأ أخد واحدة تانية جنبيها. أقدر أعمل سيلكت على ديت وأقول له أنا عايز أرسم بايب، وأنا برسم واحدة لفوق وهنا دي بيرسم لقدام اهوت. اقول له انا عايز ارسم البايب بالشكل دوت، وممكن ادوس شيفت مع رايت كليك واقول له بيربنديكولار اهو، تمام، وابدا اخد من البايب ديت اخليها كامل عشان توصل بديت. تقدر تيجي تعمل سيلكت برضو هنا وتقول له انا عايز نرسم بايب، ترسمها مثلا من نص هنا شيفت وتقول له ميد بوينت اهو، تقدر ترسمها او تقول له الفيشن وترسم الفيشن اللي انت عايزه بالشكل دوت. طيب عايزين نبدأ نحط بقى البايب سبورت، اقول له كرييت، فبيبدأ يجيب لي قائمة بانواع البايب سبورت اللي انت عايزها. يعني ممكن مثلا نختار ديت واقول له اوكي، هي دي مش الانسب يعني، بس احنا بنشوف بس مثال ليها، تمام. وخلينا نشوفها في 3D، تمام، هتبقى معاك بالشكل دوت. تقدر في اي وقت تعمل سيلكت عليها وتغير الخصائص بتاعتها بحيث توصل لحد السقف. ممكن تقول له انا عايز اعمل سبورت من نوع اخر، ممكن تبدا تشوف السبورتات الانواع اللي موجوده، انواع مختلفه كتير. ممكن مثلا تختار نوع زي دوت، تمام، او نوع زي دوت بيبقى حاطط حاجه تسند عليها البايب. ممكن تقول له اوكي مثلا وتبدا تقول له حطها مثلا هنا بالشكل دوت. طيب لو انت حركت البايب ديت هتلاقي سبورتات بتتحرك معاك،